أعلن البيت الأبيض الأمريكي أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد العقوبات التي تفرضها بلاده على فنزويلا، وأشارت المذكرة التي وقع عليها ترامب إلى أن الوضع في فنزويلا لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، لذلك يعتقد أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ. وفي مارس من عام 2015 وقع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما على قرار إداري يفرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين في فنزويلا، وذكر القرار أن فنزويلا تشكل تهديدا للولايات المتحدة وأن العلاقات الأمريكية الفنزويلية في حالة طوارئ. وتمدد المذكرة التي وقع عليها ترامب مدة صلاحية القرار. علاوة على ذلك، أصدرت البلدان الأوروبية 19 بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بيانا مشتركا في الرابع من الشهر الجاري، اعترفت فيه بأن عضو المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو هو الرئيس القانوني والمؤقت لفنزويلا.